بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذا اللقاء سنبتدئ بإذن الله تعالى بالمتن الثاني من هذا البرنامج، برنامج المتن الشهري، بعدما أنهينا المتن الأول في ثلاثة دروس. ندخل اليوم في المتن الثاني، وهو الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه علم على رأسه نار، هو إمام حبر جهبذ وحيد عصره، وهو شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن تيمية الحراني. ولد في حران، بلدة في شمال العراق، يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول سنة 661 للهجرة، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية. شيخ الإسلام ابن تيمية نشأ في أسرة علمية، فجده عبد السلام ابن عبد الله إماما من أئمة الحنابلة ومشهورا بالعلم، ووالده عبد الحليم كان من العلماء المشهورين. نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الأسرة العلمية التي أحبت العلم، وحثت شيخ الإسلام ابن تيمية على الترعرع في جنبات العلم حتى برز هذا العالم النحرير. حفظ القرآن عن ظهر قلب، وأقبل على العلوم الشرعية واللغوية حتى أتقن تعلمها وهو ابن بضع عشرة سنة، يعني ما وصل إلى عمر العشرين. انبهر علماء عصره بذكائه وقوة حفظه حتى رأوا أنه أهل للفتوى، فأجازه العلماء وهو في سن 11، حينما يجاز من العلماء، لا سيما العلماء السابقين لا يجيزون أي أحد، ولا أحد يتصدر لا لمجالس العلم ولا للفتية إلا بعد تضلع في هذا الباب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه برز وهو صغير، وأتقن العلوم وهو صغير، وأثنى عليه العلماء وأجازوه بالمسانيد وغيرها من المحفوظات العلمية ونحوها، وهو ابن الحادية عشرة من عمره. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن ضليعا أو مطلعا على العلوم الشرعية فقط، لا، وإنما درس الفلك ودرس الرياضيات ودرس الجغرافيا والطب، وكان يعني أخذ بهذه العلوم التي هي من علوم الطبيعة رسم العلوم الشرعية، أخذ بنبذ عنها ودرس فيها إلى أن برز في علوم الشريعة. وكان رحمة الله تعالى عليه أعلم بمذاهب أهل الباطل من أهل الباطل، يعني الأشاعرة والمعتزلة والجهمية كانوا إذا ضيعوا نصا أو قولا لأحد أئمتهم في كتبهم جاءوا لشيخ الإسلام وسألوا ويخبرهم أين موضعها في كتبهم، فصار مرجعا يرجعون إليها أهل الباطل ويرد على شبههم. وله كتب كبيرة عظيمة هي من كتب وأسفار علوم الشريعة وأهل الإسلام اليوم التي يعتمد عليها ويرجع فيها لكثير من الإحالات العلمية الموجودة في الشروحات العلمية، سواء كان ذلك في الاعتقاد أو الفقه أو غيره من فنون العلم. وتصدر الفلاسفة والباطنية والملاحدة والجهمية والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من أهل الضلال، وأثنى عليه علماء عصره، وحتى أثنوا عليه بثناء كبير ملأ الدنيا في ذلك الوقت وإلى عصرنا اليوم، حتى
قال المزي رحمة الله تعالى عليه يقول ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه. يقول أنا متيقن أنه هو ما رأى مثل نفسه، ما رأيت مثله ولا هو رأى مثل نفسه. وشيخ الإسلام ابن تيمية أبعد من أبعد الناس عن الثناء والإطراء والمدح، وكان لا يرغب أن يسمى بشيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما لا يرى هذه الألقاب ونحوها، لكن لبروزه رحمة الله تعالى عليه، ولأنه ملأ عصره بهذه الأمور أصبح مرجعا لكثير من علماء عصره. قال عنه تلميذه الذهبي، قال عنه تلميذه الذهبي قال شيخنا وشيخ الإسلام وفريد عصره علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وكرما ونصحا للأمة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وقال عنه عماد الدين الواسطي والله ثم والله ثم والله لم يرى تحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وحلما وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم بالعبرية أيضا إضافة لضلاعته بالعربية. وشيوخه كثير، حكى البرزالي أن له أكثر من 100 شيخ، وحكى ابن عبد الهادي أن له أكثر من 200 شيخ، ومن مشايخه شمس الدين عبد الرحمن بن قدام المقدسي، وكذلك أمير الدين عبد الصمد بن عساكر الدمشقي، وشمس الدين ابن بدران المرداوي. وتلاميذه كثر، ومن أشهر تلاميذه من؟ ابن القيم، وأيضا الذهبي، وأيضا ابن كثير، وأيضا ابن مفلح صاحب الفروع، وأيضا ابن وردي، وغيرهم من العلماء الأجلاء. ومؤلفاته كثر، حتى قيل لو قسمت على أيام حياته لكان نصيب كل يوم 17 صفحة. لو قسمت على أيام حياته منذ ولد إلى أن مات وصار نصيب كل يوم 17 صفحة. ويقول الذهبي جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية فوجدته ألف مصنف ثم له مصنفات أخرى، وله من الفتاوى والأجوبة ما لا ينضبط عددها. ومن ذلك أنه كتب لسائل يسأله عن فتوى، جاء شيخ الإسلام، جاء هذا الرجل إلى شيخ الإسلام يسأله عن فتوى، فكتب له في 230 صفحة هذه فتوى. وقال هو رحمه الله كتبتها وصاحبها مستوفز يريدها، يعني على عجل كتبتها. ومؤلفاته المشهورة التي تشرح على مدار السنة وعلى أشهر عديدة، وهي ربما هي فتاوى وغيرها، كما ألف الواسطية ما بين الظهر إلى العصر وغيرها من مؤلفاته رحمة الله تعالى عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية امتحن كثيرا وكثرت عليه الافتراءات، لأنه كان مقداما على أهل الباطل، وكان مقداما في ميادين القتال، وشارك أيضا هو في الغزو أو القتال ضد التتار حينما أرادوا غزو دمشق سنة 702، وسجن وأوذي حتى مات رحمة الله تعالى عليه في سجنه، وهو سجين في قلعة دمشق في شهر ذي القعدة سنة 728 للهجرة، وعمره آنذاك 67 عاما. وحضر جنازته يقال ما بين 60 إلى 65 ألفا، حتى قيل أنه لم يرى مثل جنازته شهودا إلا جنازة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى على الجميع. اليوم معنا الوصية الصغرى، بعدما انتهينا من القواعد الفقهية معنا هذه الوصية. وهذه الوصية كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية وعمره 697، أي أنه عام 697 وعمره 36 سنة، لأنه ولد سنة 661 وكتب هذه الوصية سنة 697، إذن كتبه عمره 36 سنة. وانظر إلى السائل بماذا ابتدأ، حتى تعرف أنه ما قيد هذا السائل هذه الألفاظ في أول سؤاله إلا لأنه علم أن شيخ الإسلام ابن تيمية بلغ مبلغا عظيما وكبيرا،
وهذه الوصية الصغرى سميت وصية صغرى لأنها جامعة مانعة وهي مختصرة، لاختصارها جمعت معاني كثيرة وعظيمة وغفيرة، وذكرت في موضعين من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرت في مجموع الفتاوى لكن ليست بعنوان الوصية الصغرى وإنما بعنوان سؤال أبي القاسم المغربي هكذا، وأيضا ذكرت في جامع الرسائل الكبرى وبعنوان الوصية الصغرى، بعنوان الوصية الصغرى. السائل من؟ مكتوب هنا سؤال أبي القاسم المغربي. أبو القاسم المغربي جاء اسمه في جامع الرسائل الكبرى، قال صاحبه قال سؤال أبي القاسم القاسم ابن يوسف. طبعا اختلفت النسخ، بعضهم قال أن كلمة القاسم الثانية إنما هو خطأ مطبعي، ومنهم من قال بل هو اسم مكرر له فهو اسمه القاسم ويكنى بأبي القاسم. سؤال أبي القاسم القاسم ابن يوسف ابن محمد التجيبي السبتي هكذا، سؤال أبي القاسم القاسم ابن يوسف ابن محمد التجيبي السبتي، ولعله يقال له المغربي نسبة إلى بلده المغرب العربي، ويقال السبتي نسبة إلى مدينة سبتة وهي من بلاد المغرب. هو هذا الرجل سأل شيخ الإسلام ابن تيمية، واستمع إلى سؤاله جاء في أول هذه الوصية. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال أبو القاسم يوسف بن محمد التجيبي السبتي المغربي، بتفضل سيدنا الشيخ الفقيه. هو الآن قيد هذا السؤال، هو قيده أبو القاسم، قيد هذا السؤال بهذه الصورة، يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام. ما الذي جعله يسبغ هذه الألقاب على شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ولاحظ أن شيخ الإسلام ابن تيمية يسأل وعمره كم؟ 36 سنة، إلا أنه علم وعرف في عصره بمثل هذه الألقاب التي يستحقها ولم يزكى على الله أحدا، وما بلغ هذا المبلغ إلا لأنه رؤية فيما يدين كثيرا، رؤية مناضلا لأهل الباطل ورادا على شبهاتهم على مختلف مذاهبهم الباطلة، فكانت له ردود على الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الفرق الضالة، ورؤية فيما يدين الفتاوى الفقهية ما يتعلق بأحكام الفروع، ورؤية في تقريراته وبسطه للمسائل العلمية، ومن قرأ في مجموع الفتاوى علم تبحر هذا الشيخ، ورؤية في ميادين القتال والجهاد في سبيل الله، ورؤية في ميادين الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصح للأمة وللآئمة والسلاطين والدخول عليهم وإرشادهم إلى ما فيه خير وصلاح. نسمع ماذا قال هذا السائل. نعم. قال تفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام فاضل العالم الفقيه السلف وقدوة الخلف المبدع المغرب المعلم المبصر أعلم من أغيث بلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله وبركته، بأن يوصيني بما يكون به صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيمان والاختصار، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته.
كتاب الشيخ الإسلام بحر العلوم ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه. طبعا سأل وصية جامعة مانعة. هذه الوصية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وبدأ فيها بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فيها عدة أمور، وهذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية بادئا بما يمتثله أي إنسان إذا أراد أن يوصي أحدا أن يوصيه بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، وهي وصية الله جل وعلا للأنبياء عموما، ووصية الأنبياء لأقوامهم، ووصية كل أحد على مر التاريخ أن يطلب وصية من أهل العلم والفضل، فإنه يوصى أولا بتقوى الله جل وعلا. ولذلك درج كثيرا أن إذا طلبت الوصية من أحد أن يقول له أوصيك بعد تقوى الله جل وعلا بكذا وكذا وكذا، فكأن هذا شيء معلوم معروف عند أهل الفضل والعلم أنهم إذا أرادوا أن يوصوا أن يبدأوا بالوصية بتقوى الله جل وعلا. هذا هو السؤال الذي سأله أبو القاسم المغربي لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية بما يلي. نعم. الحمد لله رب العالمين، أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها. لمن عقلها واتبعها قال الله تعالى: لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن أجابه أولا كما هي عادته من يكتب شيئا أيا كان، سواء كانت فتوى ورسائل علمية ونحو ذلك، اقتداء بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في خطبه وفي مراسلاته لدعوة الأمم ومن حوله، أن يبدأ بالحمد لله جل وعلا. والحمد له، حمد الله جل وعلا هو الثناء على الله جل وعلا بذاته وأفعاله الاختيارية. و اللام الحمد لله سواء كانت، هذه نقرأها كثيرا في كل صلاة في كل ركعة من صلاتنا وتجري على ألسنتنا كثيرا، اللام هنا يقول عنها أهل اللغة هي لام الاستحقاق، أي أن المحامد كلها على الوجه الأكمل لا يستحقها إلا الله جل في علاه. الحمد لله رب العالمين، و قوله رب العالمين، الربوبية تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة، وهذه يشترك فيها الكفار والمسلمون ويشترك فيها كل الخلق، وهي التي بمعنى الخلق والرزق والهداية لمصالح الدنيا، الهداية لمصالح الدنيا. فالله عز وجل جعل للإنس والجن عقولا يهتدون فيها لما يصلح لحالهم، وجعل لسائر المخلوقات من الرزق ومن الهداية بالفطرة ونحوها ما يهتدون بها في معيشتهم في الحياة الدنيا. والنوع الثاني من الربوبية هي الربوبية الخاصة، والربوبية الخاصة هي لأوليائه وللأتقياء والمؤمنين، وهي التي بمعنى ماذا؟ هي التي بمعنى الحفظ، وهي التي بمعنى التوفيق وبمعنى الإيمان وبمعنى الكمال وبمعنى الهداية لأمور الدنيا والآخرة. وهذه ربوبية خاصة إنما تكون لعباد الله جل وعلا الموحدين. ثم قال: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قد يقول قائل: تقوى الله جل وعلا نسمعها كثيرا في خطبنا ونقرأها كثيرا في الكتب في مقدمات الكتب ونحوها، ونسمعها كثيرا في المحاضرات وغيرها من وسائل التعليم، هذه معلومة، لكن نقول هذا الأمر لا ينتفع به وهو تقوى الله جل وعلا إلا من عقل هذا الأمر، عقله ثم عمل به
بأن يتبعها. الله جل وعلا أوصى بهذه الوصية للأولين والآخرين، وأوصى الأنبياء، والأنبياء أوصوا أيضا، أوصوا أقوامه، ولذلك جاءت في آيات كثيرة. يقول الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى في غير ما حديث بتقوى الله جل وعلا. والتقوى درجات، التقوى درجات، وأكمل التقوى هي فعل الواجبات وترك المحرمات وحمل النفس على فعل المستحبات وترك المكروهات وترك أيضا أو الاستغناء عن بعض المباحات. لا يقال كلها، لأنه لا يمكن أن يعيش الإنسان بترك جميع المباحات. ومن أهل العلم والفضل من قال أن التقوى هي التزام ما أمر الله عز وجل به من الواجبات على وجه الخصوص وترك المحرمات على وجه الخصوص، استدلالا بسؤال ذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الصحيحين، فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأعطيت الزكاة ولم أزد على ذلك شيء أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا شيئا. وجاء في لفظ: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. فجعله مستحقا للجنة بيمينه صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو لم يأتي إلا بالواجبات. ولكن هذا لا شك أنه يسمى متقي لله جل وعلا، لا شك. لكن التقوى كما تقدم درجات، وأكملها أن يحمل النفس على فعل المستحبات وترك المكروهات أيضا وترك بعض المباحات. قال الحسن البصري: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. قال: ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن. وكان مبعث معاذ إلى اليمن عام 8، وقيل عام 9 بعدما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وقيل عام 10 قبل حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر إلى المدينة، ثم توجه إلى الشام، أي أنه مكث معاذ بن جبل على اليمن هناك معلما ومرشدا، ومكث هناك حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة في عهد أبي بكر، ثم ذهب إلى الشام وصار معلما فيها أيضا إلى أن توفي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وادفع السيئات الحسنة تمحها، وخالط الناس بخلق حسن. هذا الحديث الذي جاء في السنن كان من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في أول وصية يريد أن يتكلم عن التقوى ويذكر آثارا لهذه التقوى، ومبينا من هذه الآثار أهمية التقوى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مما قاله قال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت. وهذا استشعار للمراقبة في كل مكان وفي كل زمان. ثم أمره بالحقوق، والحق حقان: حق لله جل وعلا، وهذا جاء في قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وحق لعباد الله جل وعلا بالإحسان إليهم، وهذا جاء في قوله: وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس أي عامل الناس بمعاملة حسنة.
نعم. وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا، فإنه قال له يا معاذ والله إني لأحبك. من عادة الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا ذكر شيئا استطرد فيه، واستطراداته رحمة الله تعالى عليه فيها من الكنوز العلمية، وفيها من الأمور العظيمة التي لا يتندم إنسان وهو يبحث عن إجابة هذا السؤال أن يقرأ هذه الاستطرادات إلا وقد خرج بحظ وافر من العلم. فهو حينما أراد أن يتكلم عن التقوى جاء بشاهد من ذلك من السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اتق الله، ثم ذكر فضل معاذ بن جبل، وقال وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، فإنه قال له يا معاذ والله إني لا أحبك. أي ذكر منزلة معاذ، وذكر من الأدلة ما يدل على منزلة معاذ، ومن ذلك تصريح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لمعاذ بن جبل أنه يحبه، قال وكان يردفه وراءه. هذه أيضا فضيلة أخرى لمعاذ بن جبل ليس لها علاقة في قضية التقوى وكلام على التقوى، فقد جاء في الصحيحين أنه رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ثم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، ثم ذكر الحديث المشهور، وهذا من فضائله. قال وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهذا جاء أيضا في حديث زيد بن ثابت في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن معاذ بن جبل أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. وذكر من فضائل معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، أي متقدم أمام العلماء، هو من علماء الصحابة، وعلماء الصحابة كثير، وهو يتقدم على علماء جميع الأمة بخطوة وبدرجة. برتوة معناها خطوة، معناها درجة، رتوة يقال فيها هي المنزلة عند السلطان ونحو ذلك. على كل حال هي تدل على تفضيل لمعاذ بن جبل. طبعا هذه الخطوة والرتوة جاء فيها حديث وهو حديث محمد بن كعب القرضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أمام العلماء برتوة. وهذا الحديث رواه الطبراني مرسلا، لأن محمد بن كعب ليس من الصحابة، ورواه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مباشرة، على أن في سنده أيضا محمد بن عبد الله بن أزهر الأنصاري متكلم فيه. ومن فضائله أيضا قال ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. وهذا الحديث متفق عليه، حينما أرسله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال له إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإداء الزكاة، ثم أرشده في كل عبادة بما يلزم. وجاء في لفظ آخر ثم أعلم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وهذه الفضائل كلها لمعاذ. وأيضا من فضائله قال وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة. ما معنى أمة هنا؟ أي قدوة، الإمام في الخير، لأن الأمة تأتي على 4 إطلاقات، على 4 إطلاقات تأتي على الإمام في الخير، كما في قوله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة، وتأتي على الفترة الزمنية والذكر بعد أمة، وتأتي بمعنى الجماعة من الناس، كما قال جل وعلا وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة من الناس، وتأتي بمعنى الشريعة
والملة، إن وجدنا أباءنا على أمة. أيضا من فضائله رضي الله عنه وأرضاه قال: وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذا كان يقوله ابن مسعود لجلسائه، كان يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. فقال بعض جلسائه يريد أن ينبه، يقول له: إن إبراهيم، يريد أن يصح له، ظن أنه يقرأ هذه الآية خطأ. فقال له: لم أنسى، يعني أنا تعمدت أن أثني على معاذ بن جبل ولم أنسى. ثم قال: أتدرون ما الأمة؟ كلامه لابن مسعود. قالوا: لا. قال: الذي يعلم الناس الخير. ثم قال لهم: هل تدرون ما القانت؟ قالوا: لا. قال: المطيع لله عز وجل. والحديث رواه الطبراني ورجال الصحيح. وتأمل كيف أن ابن مسعود وهو من علماء الصحابة، يثني على من؟ على معاذ بن جبل. وهذا فيه من الإنصاف ما فيه، وهذا فيه من سلامة القلب ما فيه. وكم نحتاج اليوم لمثل هذا الأدب. ابن مسعود أثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، بل أثنى عليه بأجل العلوم ومستقى العلوم، وهو كتاب الله جل وعلا. من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وكان يطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من جملة من الصحابة أن يقرأوا عليه القرآن، وكان منهم ابن مسعود. وأثنى عليه في خلقه وهديه وفي خلقه. ولما ضحك القوم من دقة ساقي ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي؟ فوالله إنها عند الله عز وجل في الآخرة أثقل من جبل أحد. وهذا استدل به بعض أهل العلم على أن الذي يوزن من؟ العامل. والمسألة فيها ثلاثة أقوال: أن الذي يوزن الصحف أو العامل أو العمل، ولكل قول دليله. وعلى كل حال ابن مسعود وهو ما عليه من الفضل إلا أنه يثني على معاذ بن جبل، ويثني عليه عند من؟ عند جلسائه، يعني عند طلابه. تصور أنت، يعني أبلغ الثناء أن يثني العالم على الآخر عند طلابه، هذا أبلغ الثناء. لماذا؟ لأن هؤلاء الطلاب إنما جاءوا ليأخذوا من هذا الشيخ الذي يرون أنهم يستفيدون منه، ثم هو يدلهم على شيخ آخر ليستفيدوا منه. ابن مسعود كان يثني عليه عند جلسائه الذين يستفيدون منه، وهذا فيه إنصاف عظيم من الصحابة. ونحن نحتاج إلى هذا الأدب في أقل الأمور، لا أقول في الثناء في المجالس ونحوها ابتداء. نحن إذا أردنا أو إذا ذكر الشخص بالخير عندنا ليتنا نعينه أو نعين الذاكر بالخير أن نزيده من هذا الثناء ومن هذا الاعتراف بالفضل والخير لمن ذكر في ذلك المجلس. بل أصبحنا اليوم ربما الإنسان يعلم شيئا أو ينقل شيئا من كتب أهل العلم، ربما ينقل كلاما كثيرا ولا ينسبه لأحد. لا حرج في هذا، هذه خطة متبعة في النقل، هذا موجود أيضا في كتب السابقين، أنه ينقل بعضهم من بعض ربما لا يحيل على هذا. لكننا في زماننا اليوم أصبح الإنسان يتشبع كثيرا في العلم، ويحتاج كثيرا وكثيرا إلى أن ينسب الفضل لأهله. بل أصبح الإنسان ربما يسمع مسألة من المسائل الخلافية ونحوها، ثم هو يقول في المجالس: والله قرأت في هذه المسألة أن فيها خلاف، وربما لم يقرأ وإنما سمع فيها قول أو قولين، وربما لم يحفظ أدلة لذلك، وصار يتشبع بما لم يعطى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الإمام ابن حجر لما علق على هذا الحديث قال: هذا يدخل فيه أهل العلم أيضا. وهذا كثير في واقعنا اليوم، أصبح الإنسان أحيانا يتكلم بالعلم بعبارات براقة وليس خلف هذه العبارات شيء من العلم، كما تقدم قبل قليل. بعض الناس لما يقال في مسألة مثلا المسائل المشهورة يقول: نعم هذه فيها خلاف،
ولو قيل له أعطنا الخلاف أو أنسب هذا الخلاف لأهل العلم أو أعطنا دليلا واحدا على كل قول لما استطاع لذلك سبيلا. هذه مصيبة، هذه مصيبة أن يقول إنسان أنا قرأت واطلعت ورأيت، إن كان حقا فخير على خير، لكن إن كان تكثرا فإن هذا من الزور الذي يقال. وهذا من أعظم البهتان الذي ربما يتلبس به الإنسان في بعض المجالس. وأصبحنا نرى اليوم قلة من يعترف لأهل الفضل ومن يقول والله الشيخ فلان عنده من العلم عنده اذهبوا إليه اسألوه، أو الشيخ فلان من أهل الفضل ومن المعروفين ببذل الخير والدعوة ونحو ذلك. هذه تحتاج إلى أن يكسر الإنسان كل الحواجز التي بناها الحسد ومرض القلب والتتبع ونحوها في القلوب. هذا عزيز، هذا عزيز، لا سيما في زماننا اليوم الذي أصبحت الادعاءات فيه كثيرة وبراقة بشكل كبير للغاية في العلم وغيره. وابن مسعود رضي الله عنه ورحمه الله جل وعلا أثنى على معاذ بن جبل في عند جلسائه بهذا الثناء، وهذا ثناء عظيم. قال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يذكره وراءه وهو يبيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. بعد ذلك، بعد ذلك إلى ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصى، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصى هذه الوصية فعلم أنها جامعة وهي كذلك لمن عقلها أي أنها تفسير لقوله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية بالتقوى في القرآن كثيرة، والله جل وعلا جعل هذه التقوى من خير ما يلبسه المؤمن لباسا معنويا. قال جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير. وقال الشاعر إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. والله جل وعلا أمر بالتزود من هذا المعنى العظيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهي وصية قرآنية عظيمة جاءت لكل أفراد المجتمعات على مر العصور على مختلف أطيافهم ودياناتهم وعلى جميع الأمم، كما ذكر الله جل وعلا في قوله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم. أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان. يقول أما بيان جمعها أي أما بيان كيف كانت هذه الوصية بتقوى الله جل وعلا جامعة. نعم. حق لله عز وجل وحق لعباده، حق لله جل وعلا وذلك بتقواه، وحق للعباد كما تقدم بالإحسان إليهم وإحسان معاملتهم. وهذا جاء في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت. قال بالنسبة لتقوى الله جل وعلا وأتبع السيئة الحسنة، هذا حق الله جل وعلا. وقال بالنسبة لحق العباد وخالق الناس بخلق حسن أي عاملهم بمعاملة حسنة. نعم. ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. نعم. يقول أن هذه التقوى لا بد أن تنخرم، يعني لا يوجد كمان للتقوى، ليس فيه، ليس معنى هذا أن التقي لا يقع في محظور أو أنه لا يترك واجبا، ولكن هذا الكمال الذي أراده هنا هو الكمال البشري. وشيخ الإسلام ابن تيمية قبل أن يحث بنصوص كثيرة على هذه التقوى يريد أن يقرر أمرا مفطورا وجبله الله عز وجل، جبل عليه الخلق أنه لا بد أن يقع الخطأ. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. وقال الله جل وعلا
كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ورجع بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن لا بد أن يقع الخطأ. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يتكلم عن قضية ماذا؟ كيف أنا أكفر هذه الأخطاء، هذه الذنوب، هذه المعاصي، كيف أكفرها؟ لأن الأمر بالتقوى يلازمه ماذا؟ ترقيع ما يكون خللا في هذه التقوى. لأن الإنسان المتقي لا بد أن يقع في ماذا؟ لا بد أن يقع في خطأ. كيف يكفر هذا الخطأ؟ كيف يكفر هذه الذنوب؟ سيتحدث عن مكفرات الذنوب أيضا فيما بعد ذلك. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى والسر والعلانية. ثم قال: واتبع السيئة الحسنة تمحها. فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر حتما، كأنه أمر حتم، أي كأنه أمر مفطور عليه وواجب. وتقوى الله جل وعلا كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية هنا تكون في السر والعلانية، ويحتاجها الإنسان في السر أكثر من العلانية. لماذا؟ لأنه إذا اتقى الله جل وعلا في سره حامله هذا التقوى على تقواه في العلانية. ولذلك من حقق تقوى الله جل وعلا في السر حقق كمال الإيمان، حقق كمال الإيمان، ولها تأثير عظيم على العبد. والعكس بالعكس، لا سيما اليوم ابتلينا كثيرا بذنوب الخلوات، وأصبح الإنسان ربما يظهر إلى الناس بمظهر المستقيم، بمظهر محب الخير، محب الدعوة، محب العلم، ثم هو في خلواته يتهاون بكثير من شرائع الدين، وتضعف عنده المراقبة في خلواته. والحديث عن هذا الموضوع مهم للغاية من جانبين: لا ينبغي للعبد أبدا في خلواته أن إذا أسرف على نفسه في معصية من المعاصي أن يجعل للشيطان مدخلا، ولا يجعل للنفس أيضا هوى مسترسلا، فلا يجعل النفس تسترسل في هذا الهوى فتعصي الله عز وجل في كل خلوة ودائما وأبدا. وبنفس الوقت لا يجعل للشيطان بعدما تمكن منه الشيطان في الأمر الأول، لأن الشيطان يأتي على العبد من أمرين: إما إضعاف لدينه، وإما غلو في دينه. هذان بابان رئيسان مهمان للغاية، تحتهما فروع كثيرة للغاية من حيث مداخل الشيطان. لكن أول ما يأتي إليك يأتي من حيث ماذا؟ التساهل في الذنوب والمعاصي. فإذا استطاع على هذا الجانب تركك على هذا الجانب كثيرا، ثم إذا رآك تجاهد نفسك جاءك من باب آخر وألبسك لباسا آخر. وهذا يكثر عند بعض الشباب، وهذا مهم للغاية. بعض الشباب يقول: أنا مبتلى بمعصية في خلواتي، والتقوى عندي ضعيفة في خلواتي. ثم يقول: إن الشيطان يحدثني كثيرا بأنني منافق، وأنني أظهر للناس بوجه الصلاح والخير، ثم بعد ذلك في الخلوات أكون ذلك المسرف على نفسي بالمعاصي. ثم يبدأ الشيطان يقرر هذه الحقيقة في ذهنه، وأنه منافق، وأنه يظهر للناس بوجهين، حتى يمل هذا الأمر. أولا يبدأ بتأنيب الضمير، ثم هذا التأنيب يكون فيه شيء من الغلو، شيء من الغلو، حتى يظن أنه قانط من رحمة الله جل وعلا، أنه لن يغفر الله جل وعلا له، وأنه منافق، وأنه يلعب على الناس ويظهر لهم بوجه، حتى يلبسه الشيطان لباس النفاق وهو بعيد عن النفاق. لأن المنافق لا يمكن أن يخاف من النفاق، المنافق لا يمكن أن يخاف من النفاق أبدا. المنافق يفعل النفاق وهي وظيفته الأساسية، سواء كان صفة فيه صفة من صفات النفاق، أو كان منافقا حقيقيا اعتقاديا. فمن كانت فيه صفة من صفات النفاق على سبيل المثال، لا يمكن
أن يقال عنه أنه هذا الشخص فيه صفة من صفات النفاق قد تلبس بها وهو في نفس الوقت يخاف على نفسه من أجل هذه الصفة أن يكون منافقا. الخوف من الله عز وجل دائما هو علامة إيمانية عظيمة للغاية. يأتي شخص يقول أنا والله أخشى أنني مرائي، أنا عندي رياء وكذا، نقول من علامات المخلص أنه يخاف على نفسه من الرياء. أما إذا كنت أن تظهر هذه الأعمال عند الناس ولا تبالي فهنا تخاف على نفسك من الرياء. على كل حال الشيطان حينما تضعف التقوى في السر يأتيه من هذا الباب، حتى يقول له أنت استقامتك استقامة جوفاء، أنت أمام الناس في مظهر وفي خلواتك في مظهر. ربما هو ابتلي بمعصية واحدة فقط وضعه في جانب واحد، لكنه في خلواته يفعل طاعات كثيرة. لو نظرت إليه من جوانب الدين الأخرى، في الصدقة، في الصلاة، في الدعاء، في الذكر وغيرها من جوانب الدين، تجد أنه يفعلها في خلواته، وهو ليس من الناس الذين يظهر الصدقات عند الناس وفي خلواته لا يتصدق، أو يظهر مثلا الذكر عند الناس وفي خلواته لا يذكر الله جل وعلا، لا، وإنما هو في هذا الجانب. لكن الشيطان ينخر في ذهنه حتى يلبسه لباس النفاق ويقول له أنت منافق، وأنت ما فعلت هذا الشيء وظهرت أمام الناس إلا أنك منافق، فلو تترك حتى مظاهر الدين التي أمام الناس، فيبدأ يقنعه بهذا، وربما يدخل عليه من هذا الباب من باب الديانة. لا تلعب على الناس، لا تغش الناس بلحيتك بثوبك القصير، لا تغش الناس مثلا بأنك تذكرهم ونحو ذلك، أقل تقدير لا تذكر، يقول له هكذا مثلا، هذا من وجوه المداخل، يقول له أقل شيء لا تنصح الناس ولا تذكر الناس، لا تخطب بالناس وأنت عندك تلك المعصية ونحو ذلك، حتى يجعله ماذا؟ يترك هذه الطاعة وهذه الطاعة وهذه الطاعة، فيصبح بلا أعمال تطوعية، أقصد مستحبات والسنن، لا في خلواته ولا في جلواته، ثم بعد ذلك تكون انتكاسة عن كثير من الفضائل. هكذا يتدرج. كثير من الصالحين يظن أن الشيطان لا يأتي إلا فقط أن يغويه ويوقعه في هذا الباب، هذا أول أبوابه صح، أن يأتيه من هذا الباب من أجل أن يفعل كثير ويصرف على نفسه المعاصي، لكنه لا يتركه أبدا، لا يتركه أبدا. فإذا أوقعه في المعصية وأوغله فيها جاء إليه من باب آخر وقال له أن تخرج الناس بوجه وإلى غير ذلك، حتى يترك كثير من الطاعات وكثير من الفضائل. وهذا لا يعني أن يستسلم الإنسان لمثل هذا الكلام ويتهاون أيضا في المعاصي في خلواته ويقول لا أنا سأحافظ على استقامتي ولو أنني ابتليت في هذه المعصية وسأستمر في هذه المعصية وأستمر في استقامتي. لا، أكدت على هذا الباب الثاني لأن هذا الباب الثاني قد يغفل عنه كثير من الناس، وإلا أنت تعلم تماما أنك إذا وقعت في المعصية المرة الأولى والمرة الثانية والثالثة أن هذا من إغواء الشيطان وأن هذا من مداخله التي دخل بها عليك. وإلا كلام السلف رحمة الله تعالى عليهم عن ذنوب الخلوات كثير وغفير، يقول أبو الدرداء يتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله البغضة في قلوب المؤمنين. يعني أحيانا يأتي للناس ويجد أنه غير مقبول أصلا عند الناس مع أنه لم يفعل لأحد أي شيء يسوءه وخلقه جميل مع كافة الناس، لكنه يواجه من عدم الترحيب على سبيل المثال، عدم الرغبة به ونحو ذلك من الأمور، بسبب ماذا؟ أن قلوب المؤمنين اتجهت إلى أن ترفضه، وذلك لأنه في خلواته استمرأ معصية الله جل وعلا. وهذا يتنبه له، لو ربطنا حياتنا بمثل هذا المبدأ العظيم وهو قول الله جل وعلا في تقرير الحياة الطيبة الهنيئة الحسنة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومفهوم هذه الآية أن من لم يعمل واستهان بكثير من المعاصي فإنه سيحيا حياة فيها من الهم والغم والإعراض الشيء العظيم الكثير. من عامل نفسه بمثل هذا المبدأ أصبح مراقبا
لكثير من أفعاله وتصرفاته. حينما ترى أنك غير موفق في جوانب كثيرة من الحياة، فاعلم أن أسرارك غير موفقة مع الله جل وعلا، والعكس بالعكس. وكل من يأتي بأسباب الهدى جزاؤه الحسنى وينجو من رده، والعكس بالعكس، جزاء العالم لكل عبد صالح أو ظالم. وكذلك حسنات الخلوات تنجيك من مواقف كثيرة من الأقدار التي تنزل عليك والمصائب، وتنجيك أيضا من السيئات والمعاصي. وهذا حدثني فيه كثير من الفضلاء، وربما مر علينا جميعا، ولا أحسب فينا أحدا إلا وقد مر عليه مثل هذا الموقف. أحيانا يحرص الإنسان على الذنب والمعصية والشهوة ويسارع إليها مسارعة، ثم بعد ذلك يصد عن هذه السيئة ويشغل عنها يمينا وشمالا، وكل ذلك بسبب ماذا؟ طاعاته في الخلوات، لأن الله عز وجل حفظه. لا يريده الله جل وعلا أن يستمر في هذه المعصية ويستمر عليها حتى يكون من أهلها، لأن المعصية، كل معصية لها باب كبير، فإذا كسر هذا الباب سهل الدخول عليه مرة أخرى والمرة الثانية والثالثة، هكذا تمهد الطريق للدخول لهذه المعصية. أحيانا الله جل وعلا ينقذك من أصل المعصية من أولها بسبب ماذا؟ بسبب طاعات كنت من أهلها، لا سيما في الخلوات. ولذلك السلف رحمة الله تعالى عليهم كلامهم عن قضية أن الإنسان يكون علاقته بالله جل وعلا ومراقبته لله جل وعلا وتقواه لله جل وعلا عظيم، حتى تورثه هذه التقوى محبة الناس وإقبال الناس عليه والترحيب فيه في كل مكان. هذا معروف في كلام السلف رحمة الله تعالى عليه. من ذلك قال أبو حازم في كلام طويل له وجميل في قضية مراقبة الله جل وعلا والاهتمام بما يحبه الله عز وجل قبل أن يهتم بما يريده الناس، فإن ذلك يريده إقبال قلوب الناس عليه. قال: مصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها. هو يريد من يقول أنت حينما تتقي الله جل وعلا وتراقب الله عز وجل، هذا أيسر لك من أن تسترضي جميع وجوه الخلق. واضح؟ ولله عز وجل المثل الأعلى. قال: ومصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها، إنك إذا صانعت الله مالت إليك الوجوه كلها، وإذا أفسدت ما بينك وبينه شنأتك، أي أبغضتك الوجوه كلها. ويقول المعتمر بن سليمان: إن الرجل يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. ولأهل العلم كلام كبير وكثير في هذا الجانب، وينبغي لنا جميعا إذا أصيب الإنسان في هذه الحياة فإنه لا يخلو حاله من حاله. دائما الإنسان إذا أصيب في هذه الحياة فإنه لا يخلو حاله من حاله، إما أن يكون ابتلاء وإما أن تكون عقوبة معجلة. وأعظم الناس بلاء من؟ الأنبياء. ولا شك أن ما ينزل عليهم من أقدار هي ابتلاءات، ثم الأمثل فالأمثل. لا يقال كل إنسان نزلت عليه مصيبة وقدر من أقدار الله جل وعلا أنه هذا بسبب ذنوبه ابتداء، لا، قد يكون ابتلاء، لكن من حسن التصرف أنك إذا نزل بك شيء أو لم توفق في أمر أن تبحث أولا عن علاقتك بالله جل وعلا، لأن هذا باب قريب التهاون فيه من كثير من الناس. انظر إلى علاقتك بالله جل وعلا، إن كنت في علاقتك مع الله جل وعلا مقصر في جوانب كثيرة، وأنا أتكلم عن الواجبات والمحرمات، دعك من المستحبات والمكروهات، هذه وإن كانت فاضلة ومهمة، إلا أننا بحاجة اليوم إلى أن نراقب أنفسنا في هذين الأصلين العظيمين المهمين. فانظر نفسك في قضية الواجبات وتركك وبعدك عن المحرمات. إذا كنت أنت ممن قصرت في هذا الجانب فاعلم أنها عقوبة معجلة،
وهذا من كلام السلف رحمة الله تعالى عليهم يظهر كثير، حتى أن أحدهم يقول إني لا أرى شؤم الذنب في خلق دابتي وزوجتي، يعني في خلق دابتي هذه في أقدار نازلة، وفي خلق زوجتي من يعقل، يعني كأنه يريد سواء الأشياء التي لا تعقل والأشياء التي تعقل، وهذا مهم للغاية. فإذا علمت أنك مجاهد لنفسك ومطيع، وإن وقعت في بعض الذنوب إلا أنك سريع التوبة والإقلاع من هذا الذنب، فإن شاء الله أنك إلى البلاء أقرب منك إلى معاجلة العقوبة. نعم. الكيس معناه العاقر، الكيس من دان نفسه. نعم. هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات مما يمحو السيئات، وإنما قدم في لفظ الحديث السيئات وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنات. أي أنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأتبع السيئة، قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قدم السيئة لأنها هي المقصودة في الكلام. كان شيخ الإسلام ابن تيمية حينما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أولا بتقوى الله جل وعلا، ثم ذكر أن هذه التقوى لا بد أن تخرم، لأن الإنسان لا بد أن يقع في شيء من الذنوب. إذن إذا وقع في الذنب المراد معالجته هو ماذا والكلام عنه ماذا؟ السيئة، واضح؟ وذلك قدمت من حيث الإعراب. وأتبع هنا فعل أمر، والفعل هنا ينصب مفعولين، المفعول الأول السيئة والمفعول الثاني الحسنة، وهذا معنى قوله هنا وإن كانت مفعولة، لأنه من حقه أن يتقدم الفاعل، لكن هنا الفعل وأتبع ينصب مفعولين، الأول مفعول به أول وهو السيئة، والثاني مفعول به ثاني وهو الحسنة. ولماذا لم يذكر الله عز وجل الحسنة هنا؟ لأن الكلام على التقوى، وأن التقوى لا بد أن تخرم، وهذا الخرم الذي يكون في التقوى هي سيئة، ومعالجة هذه السيئة أن تتبعها بحسنة. فالسيئة الحسنة تمحو هذه السيئة تماما. قال مثل ذلك ماذا؟ مثل ذلك الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حادثة الأعراب الذي بال في المسجد. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليمحو هذا الأذى؟ قال صبوا عليه ذنوبا من ماء، والذنوب هو الإناء إذا كان مملوءا بالماء يسمى ذنوبا. نعم يا أبا محمد. يقول محمد يقصد حديث جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من عذاب النار أنه رجل يدور في النار برحاه هكذا، ولما سئل عن حاله قال كنت آمر الناس بالخير ولا آتيه، وكنت أنهاهم عن المنكر وآتيه. كيف الجمع بينه وبين ماذا بالضبط؟ اي نعم حسن. طيب هو يقول كيف نجمع بين هذا الحديث وبين ان الناس الانسان لا يترك الدعوه ولا يترك الخير، وهذا ما ذكرته قبل قليل. انا اقول ان الشيطان لا يدخل على الانسان ويقول له مثلا انت في ميادين الدعوه وفي ميادين الخير وان تخطب الناس، وفي نفس الوقت انت في خلواتك تفعل السر، وانا احث على انه لا يترك هذا الميدان ميدان الخير، وبنفس الوقت يستسلم للشيطان لأنه يذكره بمعاصي الخلوات. كيف نجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم من هذا الحديث الرجل الذي يدور في النار برحاه، لأنه كان يأمر بالخير ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. هذا الكلام عن ذات المحرم الذي يؤتى وبنفس الوقت يخرج إلى الناس ويقول اتركوا هذا المحرم. طيب هو يأتي هذا المحرم، أنا أتكلم قبل قليل
عن قضية أن الإنسان قد يبتلى بمعصية من المعاصي في خلواته، ثم هو يأمر الناس بالخير في فروع كثيرة، طيب، وينهاهم عن المنكر في فروع كثيرة، وهو ربما ابتلي بمعصية واحد. هذا من وجه. طيب، من وجه آخر أيضا، حتى أن أهل العلم يقولون أن الإنسان ما ليس معناه أنه إذا ابتلي بمعصية أنه لا ينهى الناس عنها، هذا وإن كان يعني جيد في النفوس الزكية التي ربما لا تنهى عن المنكر إلا وقد تنهى نفسه، ينهى نفسه ابتداء. يعني ذكر عن ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، وهو واعظ من وعاظ السلف ومن علمائهم أيضا، الذي له مجلس مشهود في الوعظ. جاءه رجل وهو رقيق عبد وقال له إنني يعني يشكو سيده وأنه يعذبه وأنه يعني لا يرفق به ويظلمه، ويقول له، يقول ابن الجوزي: أريد أن تتحدث عن فضل العتق، عتق العبيد، لأن سيدي ممن يحضر عندك في الحلقة. وشك له أنه يجد هذا الأمر وأن هذا الأمر مؤذيه. يعني ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه معلوم أنه إذا تحدث له مجلس وعظ، وذكر أنه كل جمعة له مجلس وعظ، أن الناس يبكون في مجلسه وأنه يقرع القلوب قرعا. فمكث جمعة ثم جمعة ثم جمعة، ثلاث جمعة لم يتكلم عن العتق، وهذا العبد ينتظر. ثم تكلم بعد ذلك وتكلم عن العتق، وكان السيد موجود، فأعتق ذلك العبد لوجه الله جل وعلا. وجاء هذا العبد إلى ابن الجوزي يشكره ويعتب عليه في نفس الوقت. قال له: إنني أنا طلبت منك من قبل 3 أسابيع أن تتكلم عن العتق، ولماذا تأخرت؟ قال: كرهت أن آمر الناس بشيء لم أطبقه، أو نحو هذا الكلام، هو بهذا المعنى، حتى توفر عندي مبلغ من المال أستطيع أن أعتق به، فلما اعتقت أمرت الناس بالعتق. وهذا من باب ماذا؟ الأكمل في الوعظ. ليس معناها أن الإنسان لا يأمر بالمعروف إلا إذا كان عنده هذا المعروف، هذا معروف في المستحبات، كلام ابن الجوزي قبل قليل. لكن سؤال أبي محمد هنا عن كيف نجمع بين قضية أن الإنسان تريده يأمر بالمعروف وهو في نفس الوقت مقصر في المعروف في الخلوات، وينهى عن المنكر في مثلا الخطب وفي المواعظ ونحوه وهو مقصر عن المنكر في الخلوات. نقول هذا لا شك أنه يعني لا نستطيع أن نقول له ينطبق عليه هذا الحديث، وإنما نقول له لا شك أنه قصر كثيرا، ولا يعني هذا أنه لا يأمر بالمعروف. وهذا معروف عند أهل العلم، أنه يقول ليأمر بالمعروف من أجل ماذا؟ أن يحث نفسه ابتداء، ثم بعد ذلك يحث غيره. بل إن من الناس من ربما لا يرتدع عن هذا المنكر إلا إذا نهى عنه، فيستحي من نفسه. أما صاحب الحديث فذكر بعض الشراح أن هذا الرجل فيه شيء من النفاق، فيه شيء من النفاق، أنه يظهر للناس بلسان الواعظ ولسان الآمر المعروف والنهي عن المنكر وهو في خلواته يتهاون في مثل هذا الأمر. ومن الشراح من ذكر أن هذا ممن يتهاون كثيرا في هذه المعصية على وجه الخصوص، يعني ذات المنكر يفعله وينهى عنه، ذات المنكر، وهذا الواجب يتركه وبنفس الوقت يحث عليه. لكن معلوم عند أهل العلم أنه الإنسان لا يترك النصيحة لأنه واقع في خلواته في كثير من المعاصي أو كثير من ترك الواجبات ونحو ذلك، بل يحث الناس حتى وإن كان مقصرا، لكن يحثهم ليس على وجه الاستعلاء، وإنما على وجه ماذا؟ على وجه أنه مقصر وأنه هو الأولى أن يترك مثل هذا الأمر حتى يستحي بعد ذلك. يقول: كيف أنا آمر الناس وبنفس الوقت أتهاون في هذا الأمر؟ وتكلم عن هذه القضية على وجه الخصوص ابن رجب في رسائله، وله رسالة بعنوان الفرق بين النصيحة والتعيير، وذكر آداب النصيحة، ومنها هذه المسألة، قضية النصيحة مع الوقوع في ذات المعصية. وأيضا تكلم عنها شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه بنفس هذا المعنى تماما، وهو أنه الإنسان لا يترك النصيحة حتى وإن كان واقعا في الذنب، لأنه ربما أمره الناس لأمر الناس لهذا الواجب أو ترك هذا المنكر يحمله على أن يترك هذا المنكر ويفعل هذا الواجب. جيد، طيب جيد،
يقول بعض المستحبات، بعض الناس ربما يأمر بقيام الليل وهو ليس من أهل قيام الليل، هذا لا يعني أنه وقع في، أولا لا يعني أنه وقع في منكر، لأن باب المستحبات باب عام باب واسع، لا يعني أنك أنت لست ملزوما أن تأتي بهذا المستحب، لكن بنفس الوقت لا يليق أن تظهر بهذا المظهر وأنت بنفس الوقت مقصر في هذا الجانب الذي تحث الناس عليه. لكن من حيث أنه يعني فعل منكرا لا، ولا ينطبق على الحديث، لأنه هذا في الأصل ليس منكر، ليس منكر. نعم، نتوقف الأذان. حسناته من جنس السيئات، هذا من باب الأفضل، هذا من باب الأفضل. فمثلا من كانت سيئته أن يعق والديه، مثلا قصر في حق والديه، فإنه يتبع هذه السيئة الحسنة، وهذه الحسنة الأفضل أن تكون ماذا؟ أن تكون من جنس هذه السيئة، فيجتهد في بره لوالديه. من كانت سيئته مثلا الغيبة في مجلس ما لشخص من الأشخاص، فإن الحسنة في ذلك أن يذكر هذا الشخص في ذلك المجلس ويثني عليه بما هو أهل لذلك. من كانت سيئاته مثلا الإساءة لجيرانه، فإن إتباع السيئة الحسنة أن يحسن لجيرانه، وهكذا. يقول فإنه أبلغ المحو، ولا يعني أنه لا يمحو هذه السيئة إلا ما كان من جنسها من الحسنات، لا، وإنما تكلم عن الأفضل في قضية المحو. ثم قال والذنوب يزول موجبها بأشياء. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ذكر أربعة أشياء هي مكفرة للذنوب، بينما ما يكفر الذنوب عشرة أمور، ذكرها في موضع آخر. هو هنا ذكر التوبة، وذكر الاستغفار، وذكر الأعمال الصالحة المكفرة، ثم بعدها بعدة، هذه الثلاثة ذكرها متوالية، ثم بعدها بعدة أسطر ذكر المكفر الرابع وهي المصائب المكفرة. المصائب المكفرة، والمكفرة تصل إلى عشرة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وذكرها أيضا في مواضع أخرى مثل كتابه الاستقامة. فذكر هذه الأربع ونكمل هذه العشر. طيب،
هو هنا ذكر التوبة، ذكر الاستغفار، ذكر الأعمال الصالحة المكفرة، ذكر المصائب النازلة المكفرة. الخامس الذي ذكره دعاء إخوانه المؤمنين واستغفارهم له حيا وميتا، فإن هذا مما يكفر الذنوب. إذا دعا لك أحد بالمغفرة أو دعا لهذا الميت بالمغفرة فإن هذا مما يكفر ذنوبه. الأمر السادس ما يهدونه له من ثواب أعمالهم مما ينفعه الله به. مثلا أن تتصدق عن ميت، هذا ثوابه يأتيه وهو ميت. تتصدق عن والدك الحي، تتصدق عن أخيك، فإن هذا من الأعمال التي تهدى له، هذه أيضا من مكفرات الذنوب. السابع شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وذلك في عرصة يوم القيامة، الشفاعة العظمى، وهذا مما يكفر الذنوب. الثامن ابتلاؤه في القبر بالصعقة بالضغطة بالعذاب، هذه أيضا من مكفرات الذنوب. التاسع ابتلاؤه أيضا في عرصات يوم القيامة في أهوالها ونحو ذلك، فهذه أيضا من مكفرات الذنوب. العاشر عبد الله عذاب، هذا داخل في عذاب الآخر، جيد، داخل في أهوال يوم القيامة. داخل في دعائهم واستغفارهم، هذا جيد، كله إجاباتكم جيدة، لكن لا بد أن نجيب بهذا العاشر، وهذا العاشر يغلق الأمر تماما، يعني لا يجعل لهذه الأسباب بعدها سبب. أحسنت، رحمة الله جل وعلا، رحمة الله جل وعلا. قد يكون هذا المذنب لم يأتي بتوبة ولم يأتي باستغفار ولم يأتي بأعمال مكفرة، لم تنزل عليه مصائب تكفر هذا العمل، ولم يدعو له أحد، ولم يعمل له أحد أو يهدي له عمل معين ونحو ذلك، فيرحمه الله عز وجل رحمة من عنده. قال شيخ الإسلام: فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. هذا صحيح، وهذا صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ويدخل في الخير كل ما تقدم، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طيب، نعم. أحدها التوبة والثاني الاستغفار. التوبة وهي أعظم المكفرات، التوبة وهي أعظم المكفرات، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. التوبة لها شروط، شروطها معروفة، كم عدد الشروط؟ ثلاثة، وقيل خمسة، وقيل أربعة، كلها إجابات صحيحة. نعم، أعطوني. ها عبد الله، الإقلاع على الذنب، الندم، العزم على عدم العود، والندم. حسنت، إرجاع الحقوق لأهلها. بقي الإخلاص لله جل وعلا، الإخلاص لله جل وعلا، وهذا الشرط عادة لا يذكرونه، وهو صواب، يعني لا غضضة فيما لم يذكره، لأنه لا يتعبد الإنسان لله عز وجل بعبادة إلا، لا تسمى عبادة مقبولة إلا وفيها الإخلاص. طيب، وأرجع الحقوق لأهلها، هذه تختص في بعض الذنوب التي يترتب عليها حقوق. بقي شروط المتكررة هي ثلاثة، شروط المتكررة هي ثلاثة: الندم على ما سلف، لا بد أن يكون هناك ندم، شخص يأتي المعصية ولا ليس عنده ندم ثم يقول لنفسه: أنا لن أعود لهذه المعصية. طيب، لكن ما عنده ندم،
هذا سيعود حتما، وإن قال بلسانه أنه لن يعود سيعود. طيب، الإقلاع عنه في الحال، إن كان هو لا زال متلبس بالمعصية فإنه يقلع عن هذه المعصية بالحال. العزم على عدم العود في المستقبل. نعم. والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتوب. لماذا؟ لأن الاستغفار هو نوع من أنواع الدعاء. الاستغفار نوع من أنواع الدعاء. أنت كما تدعو الله جل وعلا مثلا أن يرزقك شيئا معينا ويستجيب الله عز وجل لك بهذا الدعاء، فإنك ماذا؟ فإنك تعطى هذا الشيء لأنك دعوت به بغض النظر عن معصيتك التي لم تتب عنها. الاستغفار كذلك نوع من أنواع الدعاء. وهناك بين الاستغفار وبين التوبة خصوص وعموم، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. يعني إذا ذكر الاستغفار لوحده فإن فيه معنى التوبة، وإذا ذكر الاستغفار والتوبة فإن التوبة تعني شيئا والاستغفار يعني شيء آخر. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذا يدل على أن الاستغفار شيء وأن التوبة شيء آخر. فإذا اجتمعا كان الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، طلب وقاية شر ما مضى، وكانت التوبة طلب وقاية ما يخافه من الشر في المستقبل. لأن الإنسان إذا لم يتوب الله عز وجل عليه فإنه في المستقبل سيعذب، سيعذب إن لم تداركه رحمة الله جل وعلا. واضح؟ وهذا مهم للغاية. أما الاستغفار فإنه يندم على أو يخاف من شر مضى وتقدم. فهناك فروق كثيرة ذكرها أهل العلم بين الاستغفار وبين التوبة. ومن ذلك يعني من أجل الفروق أوضحها أن التوبة تكون من الإنسان لنفسه فقط. لا يمكن أن أقول لك تب عن فلان، صحيح؟ هذه العبادة إنما تكون لنفسك فقط. أما الاستغفار فإنها تكون لك ولغيرك، ولذلك تستطيع أن تستغفر المؤمنين والمؤمنات. ومن قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة عسرا. والله عز وجل ذكر في آيات كثيرة استغفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء لأصحابه أو غيره، استغفار الملائكة للمؤمنين ونحو ذلك من الأمور المعروفة. ومن الفروق أن التوبة لا تكون إلا للحي، وأما الاستغفار يقع على الحي والميت. ومن الفروق أن التوبة تنقطع بالغرغرة، وأما الاستغفار فلا ينقطع. هناك ناس أموات يستغفر له فيقال اللهم اغفر لفلان واغفر لفلان واغفر لفلان وإلى غير ذلك من الأمور التي هي معلومة. فإذا هذا دل على أن التوبة والاستغفار بمعنيين مختلفين أو مختلفان. نعم. ثالث الأعمال الصالحة المكثرة، ثم الكفارات المقدرة كما الكفر. هو يريد أن يقول أن الآن من الأمور التي تمنع إنفاذ الوعيد أو تمحو الخطيئات والذنوب الكفارات. الكفارات تنقسم إلى قسمين، كفارات مقدرة يعني هناك قدر معين ذكرت في النصوص، وكفارات مطلقة. الكفارات المقيدة هي التي جاءت لأحوال مخصوصة، هي كفارات مقدرة شرعا على مقدار مخصوص، هي كفارات مقدرة شرعا على مقدار مخصوص وجه مخصوص لتكفير الخطايا والآثام. مثل ماذا؟ المجامع في رمضان، فإن الرجل حينما دخل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال قال ماذا يا رسول الله؟ هلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم للكفارة، أو لم يرشده؟ أرشده النبي صلى الله عليه وسلم للكفارة، وأخبره أن عليه ماذا؟ عتق رقبة، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكين. هذه الكفارة على هذا الوجه وهذا الانتقال لحال مخصوصة أو أنها لأي أحد؟
حال مخصوصة، هذه كفارة مقيدة بحال مخصوصة، مثل كفارة الظهار أيضا وغيرها من الكفارات التي سيذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم نعم. قال قبل ذلك والمظاهر، أي أن المظاهر كفارته أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. طيب، وهذا كما جاء في سورة المجادلة. وكذلك المرتكب لبعض محظورات الإحرام، فإن الإنسان مثلا إذا جامع وهو محرم عليه كفارة، إذا حلق رأسه وهو محرم عليه كفارة، ليس عليه كفارة، عليه كفارة مخصوصة مقيدة في هذه الحال. قال أو تارك بعض واجباته، أي بعض واجبات الحج، من ترك، يقول ابن عباس، من ترك من نسكه شيئا فليجبره بماذا؟ بدم، هذه كفارة مخصوصة لترك هذا الواجب. قال أو قاتل الصيد، أي قاتل الصيد وهو محرم، أيضا له جزاء، جزاء لهذا الصيد وكفارة محددة بهذا ومقدرة بهذا الصيد. قال بالكفارات المقدرة وهي 4 أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام، ما تخرج عن هذه 4 الكفارات المقدرة، ما تخرج عن هذه 4. إما أن يكون هديا وهو ما يهدى للبيت العتيق للحرم المكي من بهيمة الأنعام، سواء كان من الأغنام أو الأبقار أو الإبل، أو عتق كان يعتق عبده، أو صدقة سواء كانت واجبة كالزكاة أو كانت إطعاما ونحو ذلك، مثل مثلا إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين ونحو ذلك، أو كسوتهم، هذا من الصدقة أيضا، أو صيام. ثم قال وأما الكفارات المطلقة، وهذه نقف عندها، وبإذن الله تعالى في الدرس القادم نكمل من هذا الموضوع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لحظة شوي بس، في هنا سؤال على الشبكة لعل نختم به. قال نفهم من قول ابن مسعود رضي الله عنه إن معاذا كان أمة قانتة لله حنيفة جواز الاستشهاد بالآيات مع تغيير يسير فيها لتناسب مواقف معينة، وأن هذا ليس من التلاعب بالقرآن كما يقول كثيرون، فما تعليقكم؟ بارك الله. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. بعض الناس يستدل بآيات ونصوص في موضع، موضع لا يليق. أولا، من حيث تقرير هذه المسألة، الاستشهاد والاقتباس هذا أمر معروف عند أهل العربية منذ القدم، أنهم يستشهدون بنصوص سواء كانت شعرية، وكذلك بعد مجيء الإسلام يستشهدون في آيات وأحاديث ويقتبسون من ذلك، ولا حرج في هذا من حيث الأصل، ولا حرج في هذا من حيث الأصل. لكن متى؟ إذا كان استدلالا أو كان مثلا إيضاحا لأمر ما. أما أن تستخدم هذه النصوص حتى وإن غير فيها بشيء يسير في موضع سوالف الناس العامة ونحو ذلك وتوضع في مواضعها، فهذا عشان يكون من الاستهزاء بآيات الله جل وعلا، وهذا وجد كثيرا ودخل كثيرا، لا سيما في بعض الطرائف التي يتناقلها الناس في رسائلهم أو مثلا في مرحهم ونحو ذلك، أن يقول مثل هذه الأمور، سواء استهزأ بآية من آيات الله جل وعلا الشرعية التي هي في كتابه، أو استهزأ بنص نبوي، كما أن يقول مثلا شخص، مثلا يقول والعياذ بالله، يقول شخص للكورة أتته وقال دعها فإنها مأمورة، إرشادا لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في راحلته حينما دخل وهل به الناس وأرادوا مسك خطام راحلته، قال دعها فإنها مأمورة تنيخ حيث أمرها الله عز وجل. هذا الموضع الذي استخدم فيه هذا من الاستهزاء، هذا لا يجوز، ويخشى على صاحبه أن يكون مرتكبا ناقضا من نواقض الإسلام. أما أن يؤتى بها في موطن الاستشهاد، موطن الثناء الجاد والذي في موضعه، فلا حرج في هذا، لا حرج في هذا. والاقتباس شيء معروف عند عامة العلماء على مر العصور. لعل نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. Thank you.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا للصلاة حيا للفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله الله
السلام عليكم ورحمة الله. 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 السلام عليكم ورحمة الله.